فرحات عاشور. والله انا حاليا 63 سنه، والحمام خدته من الصخر. الحمام اللي انا يعني حبيته وملت له الحمام الوزار، اللي شدني فيه يعني جديد كتير وفي جمال وغيه نظيفه. الحمام بيقلل البني ادم عن حاجات وحشه كتير، بس الحاجه اللي واخده صفات كويسه او صفات جامده او فيها مقصله انا احبها، من انواع البلء، الصوافه، الحمام والوزار، زي مثلا الصافي وزي اللبلق. البلء دي ليها انواع في العصر اللي احنا عايشين فيه اللي غير انتشر الجامد، وناس كتير غويت، ويعني ناس كتير يعني امكانياتها جامده وخدتها على قمر، فبتدفع في حاجه في حمام ما يستاهلش، 15 وب 10 وب 7 وب 8. والحمام ده اللي بيشتروه اللي هم معاهم فلوس وفكرتهم على قدها يعني، انما اللي هو بيبقى فاهم وناصح ما بيدفعش. ليه ادفع في حمامه 15000 ولا 10000 ولا 7 8 9000 على ايه؟ للاسف الوصول بتاعته اغلبيتها راحت، كل الغواي حتى الكبار واللي موجودين حمام كله خليط، الاغلبيه كله حمام خليط، مفيش حمام يعني مثلا يتحب زي بتاع زمان. والمتعه في غيه الحمام اللي هو النش اللي بيقولوا عليه، النش اللي هو ايه؟ كله حضرتك بيسيب حمامه وكله مدربه وكله بقى طبعا واثق في حاجته، والحمام كله بيشبك مع بعضه. وبعدين بقى ايه، انا معايا حمامه غريبه بعرف ازاي مثلا اتعامل معاها عشان امسكها. ده بقى بترجع ايه؟ بترجع للناس مع بعضيها، المنطقه مع بعضيها، يقول له مثلا احنا خصم او صلح، بترجع للايه؟ ما في اتفاقات وقوانين ما بينكم. هي حاجات عرفيه عرفيه وديه. وبعدين في ناس بتبقى مثلا مؤاخذه في الوقت اللي انا فيه في الطمع، يعني مثلا عندي فرد حام حلو غالي واحد مسكه مني، بترجع ليه هو يعني لشخصيته او وضعه، هل هيطمع فيه ياخده؟ هل هيديهوني؟ حته الطيران والنش يعني زي ما تقول بقى ايه، في الوقت اللي احنا فيه دي ابتدت ما بقتش كويسه، المشاكل بتكتر كتير، مش عارفين اصولها، مسافات قربت كل المكان، ما المسافات تقرب في الغيه المشاكل والحقد يكتر مع الناس.